فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي قال ما أخذك يا صاحبي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من صلب الرسول فنبضتها فذلك صورت بنفسي قال ما سوف لك في الحياة أن أقول لا قصاص أين نظروا إلى الناس والتوقف فانظري إلى إلهك الذي زرت عليه حاكفا فنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم الأسفى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فقد آتيناكم من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا طوم يوم بقم السور ونحصر المجرمين يوم يسوق الدخان فتقابلون بينهم من لبستمون الا اصرا نعم قال ما يقول الرئيس يقول ابسلهم طريقه لبستمون الا يوما فاسالونك عن الجبال فقل